تبقى العملية بيت عندها ماتش دلوقتي يعني الساعة 10 وشغالة وانا معانا. لا لازم هتكون معانا. خلينا بس ناخد على التليفون دلوقتي دكتور خالد فاروق المدير الفني للتنس بالنادي الاهلي. يا دكتور صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا نهار. صباح الخير. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا داليا. صباح الخير. المفاجأة دي ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. يعني انا كنت بسال داليا يا دكتور خالد يعني ليه احنا في مصر ما عندناش بطلات او مش واصلين لمستوى عالمي يعني زي السكواش على سبيل المثال لو هنقارن بين سكواش سيدات وتنس سيدات، فحب اعرف من حضرتك برضو. احنا حظنا في التنس انها صناعه اكبر شويه من السكواش. الاستثمارات اتحط فيها كبيره جدا، الجوائز كبيره جدا، المشاهده نسبه المشاهده، الدول اللي بتلعبها. لو هتجيب بتبص للسكواش مثلا دوله او قاره زي امريكا يعني دوله كبيره جدا مش بتلعبه، اللعبه فيها مش منتشره قوي. التنس السكواش عشان كده الاستثمارات فيه قليله جدا. مصر كانت من الدول اللي بادئه السكواش من زمان مع دول الكومنولث زي باكستان والهند وانجلترا ونيوزيلندا، فاحنا لنا فيها خبره من زمان. لسه لغايه دلوقتي السكواش ما كبرش يبقى بحجم رياضه زي التنس ويبقى فيه الاستثمارات دي، فاحنا لسه مسيطرين عليه، لسه ما دخلش فيه. دخل في التنس من بيزنس وعلم وفتنس وتكنولوجي في المضارب والبطولات والكلام ده. رائع جدا. طيب بالنسبة لهنا داليا بقى يا دكتور خالد، يعني أنا أولا لمسنا أنا وكريم فيها أنها صريحة جدا وفي شفافية كده في الحديث، وهي كانت بتتكلم إن المذاكرة شوية يمكن يعني مش واخدة أو مفيش توازن بينها وبين التدريب، فيعني حضرتك برضو تنصحها كده، وأنا عارفة إن هي في أمريكا حاليا بعيد مش في متناول إيدينا يعني، بس برضو نصيحة ليها. اتفضل يا اتفضل يا دكتور. داليا حاليا يعني الحمد لله بتلعب احسن تنس في حياتها. انا داليا كانت معايا في المنتخب ولما رجعت الاهلي موجوده معايا، حظي حلو انها معايا. حاليا هي متحمسه جدا، تلعب تنس كويس قوي. التنس بتاع الجامعات في امريكا ساعدها انها يبقى عندها هدف وتنظم وقتها، حتى في فتره الكورونا انا لسه كنت بقول لها يعني من اكتر الناس اللي بيتمرنوا واكتر الناس اللي عندها هدف ودافع في الفتره دي، يعني هي عارفه عايزه تعمل ايه. جميل. طيب يا دكتور يعني برضو كيفية الاستفادة من اللاعبات المصريات المحترفات في الخارج وخصوصا في دول متقدمة في اللعبة زي أمريكا، يعني هل مثلا بيبقى في تواصل من خلالهم مع جهات معينة معنية بعالم التنس في أمريكا، الاستفادة من الخبرات الأمريكية، استخدام أي تقنيات جديدة في اللعبة؟ بص حضرتك معظم الدول المتقدمة في التنس ما عندهاش فراغات كبيرة بين الأجيال، يعني انا كنت في بطولة العالم مثلا في التشيك النادي فيه ابطال من ايام مارتينا نافراتيلوفا لغايه مارتينا هينجز لغايه دلوقتي، فانت ده جيل. انا ده دكتور الاسماء اللي حضرتك بتقولها انا كنت بتفرج على مباريات. طبعا عارف حضرتك الستارز بتاعت هوليوود كده اللي بتلاقيها على الارض بتاعت اسامي اللعيبه، ده هم اللي مهدوا الطريق لنجوميه التنس على فكره، الاسماء اللي حضرتك قلتها دي بالظبط. فبقول لحضرتك الموضوع بيبقى سهل قوي هناك، ان انا بنت عندي 13 سنه اللي عندها 18 سنه كسبت مثلا بطوله عالم ناشئين، واللي عندها 20 سنه بتكسب في الكبار، فالطريق مرسوم قدامها، عارفه السنه الجايه هعمل ايه، ولو عملت احسن من كده يبقى فرصي احسن من مارتينا هينجز، لو عملت اقل من كده يبقى انا هعمل انجاز اقل شويه. وده نفس الكلام بيبقى واضح للمستثمر وللاتحاد وللسبونسرز، بيبقى الموضوع مش سمك في ميه كده، الواحد بيبقى عارف طريقه. الدول اللي عندنا بتبقى في فترات ما فيهاش ابطال طويله جدا، فاللعيبه مش عارفه تعمل ايه وراها ايه ويلعب بطولات ايه وهو كده ماشي كويس ولا لا. فكره سبونسر شيب يعني حضرتك ذكرتها اكتر من مره في نفس المكالمه، يعني واضح ان فعلا ليها ثقل كبير جدا في يعني تدعيم اللعبه. بص عيله داليا دي اكبر مثل، يعني انت عندك عيله فيها اربع بنات من منتخب مصر من احسن ناس لعبوا في مصر وفي العرب في الفتره اللي فاتت، البنات عندهم دافع، هي ما عندهاش شك هتعمل ايه وعارفه الطريق بالظبط وعارفه هتعمل ايه بعد كده عشان تبقى احسن وايه اللي ما ينفعش يتعمل وايه اللي يتعمل، فالموضوع واضح جدا. في ناس تانيه كتير في مصر مش عارف الطريق، مش عارف يعمل ايه، يعني هو بيسعى بالظبط بس مش عارف يسعى في اي اتجاه. طيب دكتور خالد انا يعني اسمح لي بس هروح مع حضرتك لنقطتين بس سريعا جدا. النقطه الاولى استكمالا لقصه السبونسرشيب، فعلا انا لو حضرتك برضو تصلح لي او تاكد كلامي، احنا للاسف ثقافه السبونسرز مش بتبقى عندنا في الالعاب الفرديه بشكل كبير، يعني للاسف غير او مقارنه بدول اخرى اوروبيه او امريكا، لا بيبقى في ممكن سبونسر للاعب بحد ذاته في الالعاب الفرديه كتيره، دي حاجه. الحاجه الثانيه عايز اعرف من حضرتك برضو سريعا،
الفتره اللي جايه البطولات ايه الخاصه بالنادي الاهلي يعني فيما يختص هنا بالتنس؟ اتفضل يا دكتور. بص حضرتك، هي لعبه مكلفه اللي احنا بنلعبها، طبعا السبونسر بيبقى ليه دور. المشكله ان احنا لسه ما لقيناش في مصر المعادله اللي تخلي السبونسر يبقى عنده زي ما بيقولوا ريتيرن على الانفستمنت بتاعه، يبقى عارف انه هيحط الفلوس دي في مقابل ايه. هياخد بيها اكسبوجر، هياخد بيها اعلان، هياخد بيها دور مجتمعي. احنا مش عارفين نبيع له القصه بالظبط، وهو مش قادر يدخل المجال بتاعنا، انا مش عارف احنا بنوعده بايه. فمعظم الحالات بتحصل حالات فرديه كده، وبتبقى يعني زي نوع من انواع التطوع منه يعني. لكن الموضوع بره منظم جدا، الراجل عارف بيحط فلوسه هنا ليه عشان يعمل ايه، وساعات بيكسب منها، مش بتبقى بس دور مجتمعي يعني. تمام. وده بيساعد اللاعب طبعا يعني. احنا اللعبه بتاعتنا بيسموها تور يعني، الولاد بتلف طول السنه، هو مش قاعد في مكان واحد، فمكلفه جدا. وهو مش فريق، هو بيضطر يسافر لوحده، وهو اللي بيدفعه، وهو ده هو بيشغل معاه فريق يعني، بيشغل معاه أربعة خمسة ستة على الأقل بيسافروا معاه المفروض يعني. وفيما يختص في البطولات القادمة يا فندم، برضو نعرف من حضرتك. احنا دلوقتي يعني الحمد لله الاتحادات الدولية والمنظمات الدولية في التنس ابتدت تخرج من الأزمة بتاعت الكورونا، وابتدت تلاقي حلول، علشان حضرتك انت عارفة احنا عندنا نظام نقط وترتيب بالاسبوع. ففتره التوقف الخمس ست اشهر دي عملت مشاكل كتيره جدا. طبعا. احنا هنرجع الرانك ازاي، والولاد هتلعب البطولات ازاي. وفي مشاكل تانيه بقى، ان انا لو جيت العب البطوله واتصبت انا ممكن اصيب الباقيين، فلازم ابطل. طب لو بطلت البطوله دي هخسر نقط. فالموضوع بيلاقوا له حلول. طبعا لسه مش بيرفكت، بس لسه اللعيبه بتشتكي في اليو اس اوبن من ان الموضوع مش عادل قوي. مثلا يعني لو واحد انسحب مثلا في البطوله دلوقتي، ما بيجيبوش واحد تاني من بره، لان الموضوع عشان نجيب واحد جديد علينا لسه هنعمل له فحوصات وكشوفات ونقعده معانا وبتاع، فبيضطروا ياخدوا واحد مثلا من لعيبه الدبل، بيعملوا حلول جديده كده عشان يحلوا الموضوع. فالموضوع لسه ما استقرش، بس هو على الاقل العجله ابتدت تدور يعني. جميل. طيب اخيرا سؤال اخير لحضرتك يا دكتور بعد اذنك، قطاع الناشئين وفكره ان يكون عندنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي مصنع لتفريخ ابطال وبطلات يعني جداد في اللعبه، على هذا الصعيد ايه الاخبار؟ بص حضرتك، احنا في وقت مناسب جدا دلوقتي، ان في اكسبوجر كويس، في بطله زي ميار في النادي الاهلي وفي مصر هتلعب اولمبياد ان شاء الله السنه الجايه، ومعاها محمد صفوت، فاسمهم بيتقال. محمد صفوت لسه لاعب اليو اس اوبن دلوقتي، ميار حاليا بتلعب ماتش تهران، انا بطمن داليا، هي كانت فيكس اول قبل ما نتكلم في الفرصه. فالولاد والبنات شايفينهم والاهالي شايفاهم، بقى في شويه اكسبوجر، ففرصه كويسه قوي ان احنا يبقى في بنات وولاد كتير عندهم الدافع ده. وفاضل بقى ان احنا كانديه وكاتحادات نبقى جاهزين ان احنا نديهم الاكسبيرينس والنوها، وبدل ما نسيب الولاد والاهالي كل واحد يمشي في اتجاهه ونتفرج عليه بعد سبع ثمان سنين المجهود والاستثمار والفلوس وما وصلش. احنا عايزين بس نوصل باللاعبين واللاعبات التنس المصريين زي ما كنا نهاوند بتقول من شويه، فكره فعلا ان مفيش تكافؤ قوي بين نجوميه اللاعبين المصريين في عالم السكواش بالمقارنه بعالم التنس، فنتمنى ان الموازنه دي تتحقق عن قريب ان شاء الله نتيجه مجهوداتكم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. نرجع بقى لبطلتنا. نرجع لداليا. بص يا داليا، احنا حاطين امال عليكي، انت بقى تبقي من اوائل المصريين.